القدم بيفكرنا بنجم كبير في كرة القدم المصرية، وهو الكابتن محمد أبو تريكة، واحد من أهم لاعبي الكرة في تاريخ مصر. حصد بطولات كتير جدا لناديه، نادي الأهلي ولمنتخب مصر أكيد، ولكنه دلوقتي الكابتن أبو تريكة بيمر بأزمة قانونية بعد وضع اسمه مع 1500 شخص ضمن قوائم الإرهاب. يا ترى إيه هي أبعاد قضية أبو تريكة وموقفه القانوني الحالي؟ هنعرف هذا في تقرير داليا أبو عميرة. محمد أبو تريكة. ظل هذا الاسم يتردد طوال سنوات داخل المستطيل الأخضر كواحد من أفضل من لمسوا الساحرة المستديرة في العالم. وظل المصريين لسنوات طويلة قلوبهم متعلقة بقدمه اليسرى. حيث الأهداف والبطولات والفرحة التي لم تتوقف على مدى عقد كامل. أطلقوا عليه الألقاب الماجيكو، أمير القلوب والخلوق، أوصاف كانت دائماً ترافق لاعب حسن الخلق في الملعب وخارجه. حتى أعلن اعتزاله في 2012 مع ظهور تيار الإخوان على الساحة السياسية، ثم عزل مرسي واعتصام ربعة، أحداث تدخلت ليبقى أبو تريكة على هامشها. يتردد اسمه بين حين وآخر كمحب لهذا التيار، إلى أن صدر قرار بالتحفظ على أمواله لتتعقد القصة. حتى أيام قليلة، حيث أدرجت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة اسم 1500 قيادي إخواني بقوائم الإرهاب، وذلك ممن صدر ضدهم أحكام في جرائم عنف أو تمويل للجماعة. ومن ضمن هذه الأسماء جاء اسم أبو تريكة، ليبقى موقفه القانوني معلق. فربما يتم إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر، لكن لم يتم إصدار قرار بضبطه وإحضاره. كذلك ربما يتقدم محاميه بالطعن على قرار الإدراج أمام محكمة النقض، وربما يسقط قرار الإدراج أو يبقى. هذا شأن المحكمة وحدها. واللاعب الشهير الآن خارج مصر، حيث يقوم بتحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية في الجابون. ليبقى المسلك القانوني ربما هو المخرج الوحيد لأبو تريكة من هذا المأزق.